معاكم كابتن حماده طول بحكي لكم احداث الحلقات. طبعا يا جماعه الارض دي اللي احنا بنصور فيها وفعلا الارض دي اصلا مهجوره، مفيش حد بيجي فيها. الارض دي اصلا بعد شويه شكلها بيتطور. طبعا المنطقه دي عامله ازاي، دي الاحداث اللي احنا بنعمل فيها الهروب من ارض ان شاء الله عليك يا عبد اعمل لكم فيها سبع رجاله دلوقتي، وساعه ما الدنيا هتظلم ده مسك فينا ومش عارف يصور، اما يطلع يجري بره. بصراحه يا جماعه انا لسه جاي معاهم دلوقتي، وفي حاجات عماله تطلع من جوه، عماله تعمل صوت جامد. ربنا يستر بقى. ساعه بتاع فريق كده بعد صلاه المغرب ايه، بس احنا علشان خاطركم بنقاوم اي حاجه وبنكون قد اي حاجه. ولا يا كوتش هتخافوا بكره يا بوصه وسكونه. المهم انتظروا الاحداث ان شاء الله هتبقى نازله جامده على اليوتيوب على قناه الكابتن محمد طلبه، قناه ادم طلبه، شبح المنصوره، قناه عبد النور طلبه، وقناه زياد طلبه، اي قنوات منهم وبتبنى تلاقى فرط الله. انتظرونا يا جماعه في حلقات الهروب من الارض الملعونه. تا 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 تا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه هنتكلم عن حاجات غريبه بنشوفها اثناء التصوير. وعلشان احنا كمان بنصور في ارض خاليه مفيش فيها بشر او نادر ان حد بينزل فيها، هي الارض دي تحت منها بركه ميه وجنب منها النيل، بس محدش بينزل فيها خالص، علشان كده هي مشكوك فيها ان هي مسكونه. دايما لما بروح بعد التصوير اشغل الكشاف والفيديو. فين يا واحنا استنوني اوريكم شوفوا النيل، وخصوصا اتاكدت منها وانا بعمل هيجري كده. هو اول ما يجري بس كده لما عبده هيقع في الحته دي، حاجه غريبه بس ساعد او بص على الكاميرا ورجع. على فكره ما كانش شكله مخيف جدا خصوصا بعد المغرب، احنا دلوقتي بعد المغرب مباشره بعد نص ساعه مفيش حد في الحته دي. لما عبده هيقع في الحته دي انت بقى هتقع. هنشوف الشيء اللي طلع بص علينا ورجع.